يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل ليلا في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بينهم بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على ومدن الجمهورية. العظمى في القاهرة 33 والصغرى 23 والجو فيه حار، في الإسكندرية 30-22 والجو فيها حار، وفي مطروح 30-20 والجو أيضا حار، في بورسعيد 30-23، إسماعيلية 34-21. أما بالنسبة للسويس فدرجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21 والجو حار، في العريش الجو مائل للحرارة ودرجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20، في طابة 30-24، في شرم الشيخ 33-25 والجو حار بعض الشيء، وفي الغردقة 34-24 والجو أيضا حار. في الأقصر درجة الحرارة 37 والصغرى 22 والجو في الأقصر حار، في أسوان أيضا الجو حار وفيها درجة الحرارة 38-22، وفي الوادي الجديد 37-20، في حلايب 31-25، وأخيرا في شلاتين 33-25 والجو فيها حار. الآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.